حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. 26 سبتمبر، ميليشيا الحوثي في إب تستولي على أرضية منزل فجرته قبل عامين. من أخبار اليوم، مواطن يسلم أمن لحج أسلحة بينها دبابة وراجمات صواريخ. ومن أخبار صحيفة القدس المنوعة، مدرسة لتعليم الرومانسية تفتتح أبوابها في الخرطوم. أهلا بكم. فجروا بيته ليسيطروا على الأرض التي كان قائما عليها، وكما يعنون موقع سبتمبر نت، الميليشيا تسطو على أرضية مواطن في العدين بعد تفجير منزله. وقال الموقع، أقدمت قيادات تابعة للميليشيا الانقلابية على السطو على أرضية المواطن حميد الشهاري بمحافظة إب بعد عامين من تفجيرها لمنزله في مديرية العدين. وأفادت مصادر محلية لسبتمبر نت أن قيادات تابعة للميليشيا الانقلابية قامت بالسطو على أرضية المواطن الشهاري بحجة تأييده للشرعية والمقاومة الشعبية. ويضيف الموقع أن عناصر الميليشيا الانقلابية شرعوا في البناء دون أي رادع لهم، مستغلين عدم تواجد المالك في المديرية بعد أن أجبرته الميليشيا على مغادرة المحافظة منذ سيطرتها على المحافظة. يتابع الموقع، تعاني محافظة إب من انفلات أمني وعمليات سطو ممنهجة وانتشار لعصابات النهب والسطو على الأراضي، حتى المقابر لم تسلم من سطو الميليشيا. وإلى موقع المشاهد نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية قبائل الجدعان تسلم قاتل أحد أبنائها للأمن في مأرب. وقال الموقع، أقدمت قبائل الجدعان بمحافظة مأرب على تسليم قاتل أحد أبناء القبيلة إلى إدارة أمن المحافظة في ظاهرة أبدت تغيرا لافتا لثقافة الثأر الموجودة لدى القبائل. وأفاد مصدر قبلي للمشاهد أن قبائل مديرية الجدعان وآل نويصر سلموا قاتل ابنهم للسلطات الأمنية في المحافظة. وبحسب ما قال المصدر، فإن تسليم القبيلة للقاتل يأتي من أجل استكمال السلطات لإجراءات محاكمته وتنفيذ الحكم العادل بحقه. وأكد المصدر أن مدير عام شرطة المحافظة تسلم الجاني وتم إيداعه سجن المحافظة تمهيدا لمحاكمته وإصدار حكم القانون والقضاء. ويعتبر مراقبون أن إقدام قبائل الجدعان على ذلك يعد خطوة مثالية لمحافظة تتزايد فيها أعراف الثأر القبلي، علاوة على أن هذه الخطوة تجسد وجود دولة النظام والقانون. قطعة جغرافية خارج التاريخ، تحت هذا العنوان كتب توفيق بوعشرين مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا: يروي آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في مذكراته واقعة تستحق أن تحكى. يقول إن انهيار الشيوعية لم يبدأ بسقوط جدار برلين سنة 1989، بل بانهيار المفاعل النووي في تشيرنوبيل قبل ذلك عام 1986. الكارثة التي نتجت عن تشكك مفاعل تشيرنوبيل فتحت الباب للتعبير عن الحقائق وأصبحت حقيقة تجر إلى أخرى، مثل انهيار جليدي هائل. تبين أن النظام القادر على بناء مفاعل نووي ضخم غير قادر على سد ثغرة صغيرة داخله كانت تهدد كييف عاصمة أوكرانيا. السويد، البلد الصغير في شمال أوروبا، هي التي أخبرت موسكو بالإشعاع النووي الذي وصل إلى أراضيها قبل يوم ونصف اليوم من إدراك السوفيت حقيقة ما جرى. ولما بدأ الخبراء السوفيت في مكافحة التسرب، أخطأوا عندما رشوا المصانع بالمياه لتبريدها، فكان أن تلوثت مياه الأنهار وامتدت الآثار المدمرة إلى بلدان بعيدة مثل تركيا، حيث تسممت الأراضي والمواشي. لم يكن المكتب السياسي للحزب الشيوعي يدرك حقيقة الأمر، ولم تنشر الصحف السوفيتية الخبر لأن الصحافة كانت مراقبة. الكارثة فتحت المجال لحرية التعبير والتفكير في هذا النظام الذي يرعب الغرب، وهو غير قادر على سد ثغرة صغيرة في بيته النووي. بقية القصة معروفة، حيث لم ينفع مشروع البيرسترويكا في إصلاح ما أفسدته عقود من البيروقراطية والاستبداد وجمود نظام لم يتكيف مع أحوال العصر حتى تشمع، وأصبح الاقتراب منه لإصلاحه شبه مستحيل، فانتهى إلى الانهيار. أخطر شيء يمكن أن يقع في أي دولة أو نظام هو الجمود وعدم القابلية للإصلاح وعدم القدرة على التكيف مع العصر وجعل الحاضر ماضياً والمستقبل حاضراً. إلى موقع الاشتراك نت، والذي يعنون من محافظة الجوف، كاتيوشا الميليشيا تقتل طفلاً بحزم الجوف. وقال الموقع،
أسفر قصف صاروخي شنته ميليشيات صالح والحوثي على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف عن مقتل طفل وتضرر عدد من المنازل في الأحياء السكنية. وقال مصدر محلي للاشتراك نت إن الميليشيا قصفت بصواريخ الكاتيوشا الأحياء السكنية في مدينة الحزم بعدة قذائف، وبحسب المصدر فإن القصف أسفر عن مقتل الطفل جبران مجاهد حزام الحبيشي جراء سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من منزلهم. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم. شيخ قبلي يسلم أمن لحج كمية كبيرة من الأسلحة بينها دبابة وراجمات صواريخ. ومن عدن اعتبر مقدمة لإقالة المفلح. بن دغري يكلف سلمين قائما بأعمال محافظ عدن. وعنوان: الرئيس هادي يطلع على التطورات بتعز ويدعو لوضع حد للتمرد عبر الفصل السابع. وميدانيا: الجيش يلاحق الميليشيا على مشارف صنعاء بعد عملية هجومية استعاد فيها أكثر من 20 موقعا. ومن أبين: مداهمة معسكر للقاعدة وضبط عنصرين من التنظيم وأسلحة ومتفجرات بالمحفد. تحاول نجلاء العمري التعبير عن فقدان المدن وتلك اللحظات الفاصلة بين البقاء والوداع. ومن خلال استخدام الرمز في الكتابة عبرت العمري عن احتلال المدن وأضافت في جزء من مقالها المنشور في موقع قناة بلقيس: عندما دخلت خفافيش الظلام المدينة خرجت راكضة لا ألوي على شيء. كان الضوء قد قارب على النفاذ وأنا أجلس في دكة أحد الأزقة في المدينة القديمة، وكان الناس يروحون ويجيئون كأنما لا يعون. هل هم مصدومون؟ سألت نفسي حيث لم يكن هناك أحد لأسأله. وقفت وأنا أصرخ: اسمعوا، لقد احتلت خفافيش الظلام المدينة. كانوا لا يسمعونني. هل كان صوتي عدما؟ أم أنه كان يتلاشى بمجرد خروجه من فمي؟ وقفت أمام أحدهم: اسمع، دخلت خفافيش الظلام المدينة، هل تعي معنى ذلك؟ نظر إلي ثم تركني ومضى. لا أحد يسمع صوتي، أو أنهم يسمعون ولا يفهمون لغتي، ولربما لا يدركون كم أن ما حدث مريع. نظرت إلى الأحجار المتآكلة والأزقة الملتوية، الأضواء الصفراء التي بدأت تتلمس طريقها في الظلام. صرخت: اسمعوا، خفافيش الظلام تستل الحياة، تدمر الحاضر والمستقبل، وتسطو على آدميتنا وحريتنا. لم يكن أحد ليعبأ بي، وكانت الخفافيش تنتشر كالكارثة، تتعلق بالأسطح والجدران وأعمدة النور، وتغطي أرضية الطرقات، تكسر النوافذ وتقتحم البيوت، وتلتصق بأجساد المارة وتخترق أدمغتهم. وشيئا فشيئا بدأت أضواء القناديل المعلقة تخبو، لم يعد هناك ضوء ولم يطل قمر. تكومت في الزاوية وبكيت كطفلة تركها والدها وحيدة، غادرها وطن. عنوان موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية: عشرات القتلى من الحوثيين في يوم دام إثر معارك عنيفة غربية تعز وشرق صنعاء. وقال الموقع: مقتل العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح بمعارك ضد القوات الحكومية في مقبنة وكهبوب غربية محافظة تعز ومديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء. وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الباب وقرية القاعدة أسفل جبل هوب العقاب في عزلة حمير بمديرية مقبنة غربية تعز عقب معارك ضد الحوثيين. وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل 10 حوثيين وإصابة 12، فضلا عن مقتل جندي حكومي وإصابة 5. وفي السياق، وفقا للموقع، لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بمعارك ضد القوات الحكومية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
مجددا أهلا بكم. تقول صحيفة العربي الجديد إن قرار الحكومة اليمنية الخاص بوقف ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج قوبل برفض طلاب ممن قطعوا شوطا في البحث عن فرص للدراسة خارج البلاد خلال الفترة الماضية. وأقرت الحكومة اليمنية وقف ابتعاث الطلاب خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر باللجنة العليا والذي حضرته جميع جهات الابتعاث الحكومية. ووصف الطالب معتصم عبد الرحمن قرار الحكومة بالظالم للطلاب الذين يعانون للحصول على منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي أو الدراسات العليا في الخارج منذ فترة طويلة، مضيفا أنه بحث عن فرصة للابتعاث بسبب تدهور التعليم الجامعي في اليمن جراء المشاكل والاضطرابات المتكررة. أما الباحث والأكاديمي اليمني المقيم في ماليزيا فيصل علي فقال للعربي الجديد: لا فرق بين قرار حكومة بن دغر وهرطقة حسن زيد، فكلا الطرفين يقول الشيء ذاته بصيغة مختلفة. اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج والحركة اليمنية الطلابية عموما دعت لرفض القرار والمطالبة بتعديل وزاري لصالح التعليم أو المطالبة بتغيير الحكومة التي لا علاقة لها بالمستقبل. صحيفة الحياة اللندنية قالت بأن فلسطين تستقبل ذكرى مئوية وعد بلفور يوم الخميس بالحداد والاحتجاج والتوجه إلى القضائين البريطاني والدولي للمطالبة بالاعتذار والتعويض والاعتراف بدولة فلسطين. السلطة الفلسطينية طالبت بريطانيا في اتصالات ثنائية في الأشهر الأخيرة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للتعويض عن وعد بلفور الذي قاد إلى إقامة دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، لكن الأخيرة رفضت ذلك وفضلت الانتظار إلى ما بعد التوصل إلى تسوية سياسية بين الجانبين. مسؤولون فلسطينيون كشفوا للحياة أن لجنة بريطانية فلسطينية مشتركة بحثت خلال الأشهر الأخيرة مطالب فلسطينية لإعادة التوازن إلى الدور البريطاني. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الجانب الفلسطيني طالب بريطانيا خلال هذه الاجتماعات بتقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني وتعويضه ماليا والاعتراف بدولة فلسطين، لكن الأخيرة رفضت الاقتراحات الثلاثة وأصرت على الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور. وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس قرر مقاضاة بريطانيا أمام المحاكم البريطانية والدولية على وعد بلفور في حال إقامة احتفال في الذكرى. المواجهة مع إيران عسيرة. تحت هذا العنوان كتب صاحب كتاب طليعة الإمام الدين السياسة والحرس الثوري الإيراني الكاتب أفشون أوستوفار مقاله المعاد نشره في صحيفة الحياة. التزام الشدة مع إيران عسير، فإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التصديق على التزام إيران الاتفاق النووي وعزمه على توسيع العقوبات إلى الحرس الثوري الإيراني دليل على العسر هذا، ورفض التصديق على التزام إيران الاتفاق النووي وتوزيع العقوبات هما خطوتان تعلن من طريقهما إدارة ترامب استياءها من إرث الرئيس باراك أوباما في التعامل مع إيران، لكنهما أماطتا اللثام كذلك عن عجزها أو عدم رغبتها في تغيير استراتيجيتها إزاء إيران تغييرا دراماتيكيا. وأدركت إدارة ترامب أن تغيير سياساتها إزاء إيران متعذر ما لم تغير سياستها الأوسع في الشرق الأوسط واستراتيجيتها في سوريا على وجه التحديد. ولا شك في أن مصالح أمريكا كثيرة في الشرق الأوسط، منها حماية أمن إسرائيل وطمأنة الحلفاء من طريق مرابطة قوات بحرية أمريكية يعتد بها في مياه الخليج. فإيران هي عدو الحلفاء كلهم، وشبكة مقاتليها الزبائنية حزب الله والميليشيات العراقية والحوثيون في اليمن هي رأس حربة هذه التهديدات، وردع طهران ووكلاؤها هو من أولويات أمريكا في الشرق الأوسط. فإيران ترمي إلى إرساء كتلة إيرانية من العراق إلى لبنان، واقتنصت الفرص السانحة إثر التمرد الحوثي في اليمن وبسطت نفوذها في شبه الجزيرة العربية لتشتيت قوة الخصوم. والحق يقال إن ردع إيران ليس يسيراً، فالحروب في العراق وسوريا واليمن شرعت الفرص أمام إيران لبسط نفوذها في المنطقة
وفي كل دولة من هذه الدول تعاظمت قوة زبائن أو وكلاء إيران، فحازت دوراً رياضياً في النزاعات هذه، وتضخم دورها في مستقبل الدول هذه. من الشائع في الأرجنتين أن المرشحين لنيل وظائف جديدة يذهبون لمقابلة خبير نفسي كجزء من عملية التوظيف. الصحفي سام هاريسون من البي بي سي يلقي الضوء على هذا الموضوع وينقل عن أحد المتقدمين للتوظيف قوله: عند دخولي إلى مكتب الخبير النفسي كنت متوترا جدا لدرجة أن العرق كان يتصبب في راحتي. يتابع: توجهت إلى مكتب المحلل النفسي للبدء في تقييمي نفسيا من خلال ما يعرف بالتكتيك النفسي، وهو تقييم مخصص لأغراض العمل وغالبا للتوظيف أو الترقيات. وتقول البي بي سي: يتضمن الاختبار ما يعرف باسم اختبار بقعة الحبر، وآخر يسمى اختبار بيرسونا، وهو اختبار يطلب فيه رسم صورة لشخص يقف تحت المطر. وكل جانب من جوانب تخيل الأشكال التي قد تظهرها بقعة الحبر وتفاصيل عملية الرسم يتم اختبارها لتكوين صورة شخصية نفسية حول المرشح للوظيفة، مثل حجم الخط والأشكال على الورقة، ضغط القلم، الطريقة التي ترسم بها الخطوط، وحتى الوقت الذي يلزم للفراغ من الرسم. فالرسم الصغير جدا يشير إلى الخجل والانطواء، والرسم الكبير ربما يشير إلى أن صاحبه يحب المظاهر. أما الرسم المبالغ في حجمه والذي يمتد أحيانا لورقة ثانية يمكن أن يكون مؤشرا على جنون العظمة. وإذا تم رسم المطر على شكل قطرات دموع فهذا يدل على التوتر والقلق. في صحيفة القدس العربي العديد من الأخبار المنوعة، بينها: مدرسة لتعليم الرومانسية تفتتح أبوابها في الخرطوم. وقالت الصحيفة: يشهد اليوم افتتاح مدرسة لتعليم الرومانسية ستكون الأولى من نوعها في العاصمة السودانية الخرطوم، وربما في المحيطين العربي والإفريقي. وتفيد القدس أن المدرسة من بنات أفكار استشاري الطب النفسي والعقلي البروفيسور علي بلدو، الذي تحول إلى ضيف أثير لدى وسائل الإعلام السودانية طوال الأسبوعين الماضيين، وسط احتدام جدل حول ما سمي بظاهرة الجفاف العاطفي في التعبير في المجتمع السوداني. وتعلق الصحيفة أن المفاجأة كانت أن العشرات قاموا بالتسجيل في المدرسة، واعتراف بعضهم أن زوجاتهم هم من دفعهم للتسجيل. البروفيسور علي بلدو قال إن الفكرة أتت بعد تلقيه شكاوى حول جفاف التعبير العاطفي لدى الشركاء، وأن الكثيرات تواصلن معه لإيجاد حل لمشكلتهن واحتياجهن للرومانسية في حياتهن العاطفية، معتبرا تلك الشكاوى بمثابة صرخة في وادي الصمت الذي يعيشه آدم السوداني منذ سنوات. هل يمكن أن يشهد العالم قريبا حربا مدمرة أخرى على شبه الجزيرة الكورية؟ يخيم هذا السؤال على كثير من المحادثات هذه الأيام. هكذا بدأ وزير خارجية السويد الأسبق كارل بليت مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفا: ليست المخاوف بشأن برنامج الأسلحة النووية لنظام كوريا الشمالية شيئا جديدا، وقد حاولت الولايات المتحدة أولاً حل المسألة مرة أخرى في العام 1994 في إطار الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ولكن هذا الجهد انهار تدريجياً بسبب الإجراءات المتخذة وغير المتخذة من قبل الجانبين. وفي العام 2006 فجر نظام كيم جونغ أول جهاز نووي لكوريا الشمالية، وألقى باللوم مرة أخرى على سياسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي العقد الذي أعقب ذلك أجرت كوريا الشمالية 5 تجارب نووية أخرى كانت آخرها في أيلول سبتمبر، وأظهرت التمكن التكنولوجي اللازم لتطوير أسلحة نووية حرارية متقدمة. وتحت قيادة كيم جونغ أون ساء الوضع أكثر عندما بدأ النظام بإحراز تقدم كبير نحو تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. وتزامن هذا التطور مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد بنهج جديد تجاه الشؤون العالمية. وأوضحت كوريا الشمالية التزامها بتطوير قدرة بعيدة المدى للضربات النووية، ويرى النظام أن الأسلحة النووية هي التأمين الوحيد ضد الهجوم. ويعتقد كيم أنه سيلقى من دونها مصير الآخرين الذين تخلوا عن سعيهم في الحصول على أسلحة نووية
مثل صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا. وفي هذا السياق لا يمكن تحقيق الهدف الأمريكي المتمثل في نزع سلاح كوريا الشمالية الخالية من الأسلحة النووية عن طريق الوسائل الدبلوماسية. وعلى أي حال، أعلن ترامب أن الدبلوماسية مجرد مضيعة للوقت، وحذر بشكل منذر من أن شيئاً واحداً فقط سينجح، على الرغم من أنه لم يوضح ما يعنيه ذلك. نستعرض معكم مجموعة منتقاة من أبرز الصور الإخبارية التي تم التقاطها من شتى أنحاء العالم في أسبوع من موقع شبكة البي بي سي. نتابع. وبهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.